الأسد، أطفال تقتل وبيوت تدمر ونساء تغتصب. لما كل هذا؟ أستحكمون إلى الأبد؟ ضقتم بشعبي ظلم وكره وحقد وجشع وطمع وأسد. وفوق ذلك مجازر ترتكب، أبواب جهنم قد فتحت لكل من سرق ونهب. سرقتم بلادي ونهبتم شعبي، ألم يكفيكم المناصب والدار؟ أم الشهيد باكت تكبر، الله أكبر يا عرب، الله أكبر يا عرب. وروح الشهيد خرجت فرحة إلى الجنان للأبد. وأنتم إلى أين تذهبون؟ لا تنسوا فهناك واحد أحد. هذه البداية ليس إلا، وفي النهاية لن يبقى الحق مغتصب. فلا بد للظلم أن يجري، ولا بد للحق أن يسترد.